أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية، والبداية بآخر التطورات في حلب. شهدت الأحياء الشرقية التي لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة السورية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا، وذلك بالتزامن مع اشتباكات بين المعارضة المسلحة من جهة وقوات النظام والميليشيات التابعة لها من جهة أخرى. في الأحياء في حي الإذاعة وجبل الحلبي والشيخ السعيد والكلاسة شرقية حلب، وقد ألقت طائرات النظام براميل متفجرة على حي المغاير في المنطقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بجروح. مع تواصل القصف العنيف الذي تشنه الطائرات الروسية والسورية على أحياء حلب الشرقية، ومع انتشار الموت والدمار في كل مكان، تعود مروحيات النظام لإلقاء براميل متفجرة تحوي غاز الكلور السام على السكان المحاصرين في المدينة، متسببة بحالات اختناق في صفوف المدنيين. ويرافق الغارات الجوية قصف مدفعي وصاروخي كثيف من قبل قوات النظام على الأحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وسط انعدام شبه تام للخدمات الطبية. أما فصائل المعارضة السورية فقد صدت عدة محاولات لتقدم قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها على جبهات المعاد والصالحين والشيخ سعيد وسيف الدولة، كبدت خلالها قوات النظام خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. طالعنا ابني أول شيء طفل عمره شهر، طالعناه وردينا مرتي كمان، قالوا لي سلامة عمرك إنه مرتك ماتت، طلعتك ولا عمتك تحركت الحمد لله الله أنقذنا، وهوني ولدين وأمهم، وهنيك خمس أولاد وأمهم كمان وأطفال كمان غيرهم، يعني شغلة 12 طفل هوني استشهدوا. وفي إدلب ولليوم الرابع على التوالي تستمر الطائرات الروسية والسورية بشن غارات مكثفة على المدينة وريفها في حملة جوية من أقصى الحملات التي تعرضت لها المنطقة، أدت إلى مقتل أكثر من 130 مدنيا ودمار كبير في الممتلكات، ما تسبب بهجرة أعداد كبيرة من السكان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء، أين يتركز القصف اليوم في حلب، وهل ما زال بنفس وتيرة الأسابيع الماضية، خاصة في ظل حديث روسي وسوري عن وقف العمليات العسكرية في المدينة؟ نعم، أهلا بك. بالحقيقة القصف لم يتوقف وبكثافة ما زال مستمر على الأحياء السكنية المحاصرة. اليوم كان هناك عدة مجازر في حي المغاير الذي يقع في حلب القديمة، وهو حي محازي لحي المعادي، حيث قصف حي المغاير ببراميل متفجرة. هناك عالقون تحت الأنقاض حتى اللحظة، كما أيضا هناك شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المناطق البعيدة عن الحي، وإلى الجرحى تم نقلهم إلى النقاط الطبية، والشهداء تم نقلهم إلى المقابر. أيضا هناك شهيد نتيجة قصف حي المغاير أيضا ببراميل تحمل غازات سامة، أدى إلى أيضا إلى وقوع عدد من الحالات الاختناق. أيضا قصف حي المعادي اليوم بعدة غارات وبعدة براميل متفجرة، أدى إلى وقوع أكثر من 5 شهداء حتى اللحظة بين المدنيين، وهناك جرحى. أيضا كان هناك قصف على أحياء المشهد، صلاح الدين، سيف الدولة، الفردوس، مساكن الفردوس، أيضا الشيخ سعيد، وعدة أحياء أخرى كمستان القصر والكلاسة، وهناك شهداء وجرحى حتى اللحظة في ظل عجز تام. طيب، بالحديث عن الجرحى، يعني كان هناك أيضا حديث عن عمليات لإجلاء الجرحى من خارج الأحياء الشرقية لحلب، ماذا عن هؤلاء، وماذا أيضا عن المدنيين الذين ما زالوا عالقين في هذه الأحياء؟ حتى اللحظة لا يوجد أي أحد خارج عبر الـ عبر الـ عبر الممرات الى المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار. هناك مبادرة اطلقتها المنظمات والمجالس المحلية لاخراج المدنيين واخراج الجرحى، ولكن لا احد يستجيب حتى اللحظة، ويطالبون الامم المتحدة بادارة هذه الممرات وفتحها عبر مناطق حلب المحاصرة الى مناطق ريف حلب الشمالي او الى ادلب. الناشط الإعلامي بهاء الحلبي متحدثا إلينا من حلب، أشكرك جزيل الشكر. في هذه الأثناء عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن اختفاء مئات المدنيين الذين نزحوا من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة شرقية حلب إلى المناطق التي سيطر عليها النظام،
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كوليفيل إن هناك نحو 100,000 شخص محاصرون داخل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المعارضة. أشار إلى أن تقارير تتحدث عن أن مقاتلي المعارضة يمنعون المدنيين من الخروج إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السورية. هذا وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورا وجود توافق أمريكي روسي لبحث خروج المقاتلين والمدنيين من شرقي حلب. وبعد جلسة لمجلس الأمن اعتبر ديمستورا أن الوقت قد حان لبحث استئناف المفاوضات السياسية. ربما يكون الوقت قد حان لنبحث بجدية أين وكيف يمكن أن نجري مشاورات سياسية، وإلا فإننا سنخرج بانطباع أنه ليس هناك سوى انتصار عسكري أو حل عسكري، وهو ما لا يريده أحد. قال الجيش التركي إن طائرات حربية تركية دمرت 10 أهداف لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، بينما سيطر مقاتلون تدعمهم أنقرة على طريق سريع يربط بين بلدتي الباب ومنبرج الاستراتيجيتين في المنطقة. إلى ذلك أعلنت تركيا نيتها إرسال 300 جندي إضافي إلى شمال سوريا لتعزيز قواتها التي تسعى إلى طرد تنظيم الدولة والمقاتلين الأكراد من المنطقة المحادية لحدودها الجنوبية. إلى الشأن العراقي الآن، حيث تمكنت الفرقة الذهبية التابعة لقوات جهاز مكافحة الإرهاب الليلة الماضية من تحرير حي الزهور أكبر الأحياء السكنية شرقي مدينة الموصل. ووصف مصدر عسكري تحرير حي الزهور بأنه مهم جدا بالنظر لموقعه الاستراتيجي ولكونه يطل على العديد من الأحياء السكنية الأخرى، فيما تحدثت مصادر أخرى عن معارك طاحنة في حي المثنى بعد عبور القوات العراقية لنهر الخوصر. يأتي هذا بعد إعلان الحشد الشعبي عن تحرير ناحية تل عبطة والسيطرة على مركز قيادة ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الجزيرة وقطع خطوط إمداده بين المحورين الجنوبي والغربي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من محور الخازر شرقي الموصل مراسلنا هناك طارق ماهر. إذن طارق، أين تتركز أبرز الاشتباكات اليوم؟ وأيضاً كيف تستطيع القوات العراقية أن تؤمن الأحياء التي تسيطر عليها وتضمن عدم عودة تنظيم الدولة إليها؟ سارة، تتبع وحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب خطة ميدانية تقضي بتقديم قواتها باتجاه 3 محاور في كل مرة تتقدم فيها في الأحياء الشرقية، وعلى هذا الأساس هنالك مواجهات عنيفة تدور في 3 أحياء، هي أحياء الزهور والنور والصحة. قبل قليل تم الإعلان رسميا عن إكمال السيطرة على حي الزهور الذي يوصف بأنه أهم الأحياء لأنه يفصل القوات العراقية بـ3 أحياء فقط عن ضفة نهر دجلة التي تعتبر الهدف الأساسي للقوات العراقية. هنالك أيضا تقدم يسجل لهذه الوحدات بعزلها بشكل كامل لحي النور، وبالتالي هي تتقدم نحو الحي الآخر المجاور له. خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان رسميا عن عزل هذا الحي الآخر أيضا، وبالتالي هذه الخطة هي الأساس في تقدم وحدات النخبة في الأحياء الشرقية. معلوم أن وحدات النخبة هي رأس الحربة في التقدم داخل مدينة الموصل، بالتزامن مع إعلان الفرقة التاسعة المدرعة التي لا يفصلها سوى 3 كيلومترات عن وحدات النخبة عن استعادتها السيطرة لمستشفى السلام الذي هاجمه ما يعرف بتنظيم الدولة قبل يومين بإحدى 10 سيارة مفخخة تم توجيهها عبر الطائرات المسيرة، وبالتالي هنالك محاولة للجيش العراقي للتقدم بموازاة الفرقة الذهبية، لكن هنالك فارق واضح في تقدم الجهتين. الفرقة الذهبية متخصصة في قتال الشوارع وكذلك الخبرة التي اكتسبتها خلال الأشهر الماضية في معارك الفلوجة والرمادي وكذلك صلاح الدين، وبالتالي هنالك أيضا سار على عجالة تقدم في المحور الغربي حينما سيطرت وحدات أو فصائل من الحشد الشعبي على تل عبطة، هذه الناحية التي لا تفصلها عن تل عفر سوى 8 كيلومترات
فترات، وبالتالي بات تل عفر الهدف الأساسي الآن للحشد للحشد الشعبي. من محور الخازر شرقي الموصل أجملت لنا آخر التطورات طارق ماهر، أشكرك جزيل الشكر. قالت مصادر أمنية إن 6 من رجال الشرطة المصريين من بينهم ضابطان قتلوا، وأصيب 3 آخرون بانفجار وقع في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة. وأضافت المصادر أن الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة أوقع أيضا 4 مصابين من المواطنين جروحهم طفيفة. هذا ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. ينضم إلينا من القاهرة الصحفي أحمد عدلي للمزيد من التفاصيل. إذن سيد أحمد، تفاصيل أكثر عن هذا الانفجار، وأيضا ماذا عن حساسية النقطة الأمنية التي استهدفها؟ مساء الخير. هو الانفجار حدث قبل 4 ساعات تقريبا صباحا، أدى استشهاد 6 من قوات الأمن، ضابطين و2 من أمناء الشرطة و2 من المجندين، وإصابة 3 مجندين آخرين، وإصابة مواطنين تصادف مرورهم أثناء الانفجار. وفقا للمعلومات الأولية، الانفجار تم باستخدام قنابل تم زرعها في الحديقة الزراعية اللي بيتواجد فيها الجنين صباح يوم الجمعة لمراقبة الأوضاع الأمنية في شارع العرب، وتم تأثيرهم عن بعد مع وصول القوات وتمركزها في الصباح الباكر. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وكذلك بدأ المعمل الجنائي في معاينة مكان الانفجار لتحديد توقيت زرع القنبلة وطريقة تنفيذها والمكان الذي يمكن أن يكون خلاله تم تنفيذ عملية ومراقبة ومراجعة الكاميرات اللي قد تكون موجودة في المحلات القريبة، خصوصا من شارع الهرم شارع رئيسي ومحور مرور مهم جدا في القاهرة. نعم، أحمد عدلي الصحفي من القاهرة، أشكرك على جملة هذه التفاصيل. جدد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله الصالح قصفهم للأحياء السكنية في جبهة الأحكوم بريف محافظة تعز جنوب اليمن، في الوقت الذي ما زالت تدور فيه اشتباكات مع المقاومة في المنطقة. إلى ذلك، شن طيران التحالف عدة غارات على معسكر شرطة النجدة في منطقة الحبان بالمحافظة. من جهة أخرى، اندلعت الشباكات بين المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي والصالح في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات تركزت في منطقة العجلة بمديرية الصومعة، فيما قصف الحوثيون بالأسلحة الثقيلة عدة قرى في مديرية الزاهر بالمحافظة نفسها. ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. إذن نبيل، لك أن ترصد لنا آخر وأبرز جبهات أو المعارك التي تدور في جبهات القتال في عموم اليمن. نعم، أكثر المواجهات تدور الآن بالتحديد في منطقة كرش ومنطقة الحويمي وهي تابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن. الاشتباكات بين المقاومة التابعة للرئيس هادي من جهة وبين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة. بحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، أكدوا بأن الاشتباكات بدأت منذ البارحة في منطقة كرش تحديدا ومنطقة الحويمي ومناطق أخرى محيطة ببلدة كرش، وتعد هذه المعارك من أعنف المعارك على الإطلاق منذ بدء الاشتباكات منذ عدة أشهر في هذه المنطقة، وسط وصول تعزيزات لكلا الطرفين للمقاومة الشعبية التابعة للرئيس هادي وكذلك للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في تلك المنطقة. وهناك تبادل بمختلف أنواع الأسلحة، تبادل القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في تلك المنطقة. الاشتباكات سار كذلك في محافظة البيضاء وبالتحديد في مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن. الاشتباكات اندلعت هذا اليوم، هناك قتلى وجرحى من الطرفين في مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، ولا زالت الاشتباكات تتواصل حتى الآن ما بين المقاومة التابعة للرئيس هادي من جهة وبين كذلك الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. في الجبهة الأخرى وهي جبهة ميدي وحرض في على الحدود اليمنية السعودية، تدور كذلك أعنف الاشتباكات في الوقت الذي تقول فيه القوات التابعة للرئيس هادي بأنها استطاعت أن تضبط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين في تلك المنطقة، والآن لا زالت الاشتباكات تدور حتى الآن على الحدود اليمنية السعودية
الشرقيه بالتحديد في محافظه صعده وكذلك محافظه حجه شمال اليمن على الحدود مع المملكه العربيه السعوديه. نبيل، ايضا المواجهات في تعز طال امدها وهي بين معارك كر وفر بين الحوثيين والقوات وقوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، الى اين تتجه الامور؟ هل المقاومه الشعبيه تبدو الان هي قادره على حسم المعارك هنا في تعز باعتبار المدينه استراتيجيه لكلا الطرفين؟ نعم سارة، بحسب خبراء عسكريين أكدوا بأن من أعقد المعارك في اليمن ومن أعقد الجبهات هي جبهة محافظة تعز جنوب اليمن، على اعتبار أن الاشتباكات تقترب من العامين والمعارك ما بين كر وفر سواء وسط المدينة وسط الأحياء السكنية بمدينة تعز التي كانت قد أعلنت المقاومة الشعبية أنها سيطرت على عدة أحياء سكنية في المدينة أو على المناطق الريفية للمدينة التي كان يأوي إليها النازحون هربا من جحيم الحرب في المدينة. إذن المعارك ما زالت حتى اللحظة بين كر وفر، لا يوجد انتصار لطرف معين على الرغم من إسناد طيران التحالف للمقاومة الشعبية وسيطرتها على العديد من المواقع، لكن المعارك لا زالت بين كر وفر وسط وصول تعزيزات بحسب يود عيان للحوثيين وقوات الرئيس السابق عبدالله صالح، تعزيزات كبيرة وصلت إلى المنطقة. أشكرك جزيل الشكر نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. ونشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. البرلمان في كوريا الجنوبية يصوت على مساءلة رئيسة البلاد المتهمة بالفساد. أهلا بكم من جديد. أمرت السلطات التركية باعتقال 87 شخصا على خلفية تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز الماضية. وقالت قناة CNN ترك أن الشرطة نفذت عدة مداهمات في 12 إقليما مستهدفة المشتبه بهم، ومن بينهم قيادي حزبي لم تذكر اسمها، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الجامعيين. أعلنت الحكومة التركية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لدعم الأسواق الداخلية بالعملة المحلية وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع بعض القروض، وكذلك منح قطاع التصدير قروضا دون فوائد، وهي خطوة من الحكومة لمنع انزلاق البلاد من أزمة اقتصادية بعد تراجع الليرة التركية مؤخرا أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20%. للمرة الثانية يستنهض الرئيس التركي شعبه لمواجهة ما يصفها بالانقلابات والمؤامرات ضد بلاده. الأولى كانت ضد انقلاب عسكري، واليوم ضد مؤامرة اقتصادية يديرها انقلابيون حسب ما يذهب إليه قادة تركيا. يسرع الأتراك في تقديم عروض ذات قيمة معنوية أكثر منها مادية لاستنهاض الناس في إنقاذ عملتهم المحلية، وبذلك تمكنت الليرة من استعادة 7% من قيمة ما خسرته أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة. في المقابل أسرعت الحكومة لاتخاذ سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة. وبموازاة الخطوات الحكومية يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد بشكل يومي على وجود أطراف خارجية وراء تقلبات أسعار الليرة. الأزمة الاقتصادية التي نعيشها بدأت عقب توتر العلاقات مع أوروبا بشأن تجميد المفاوضات، غير أن التحرك السياسي السريع على المستوى الداخلي والخارجي ساعد في بدء كسر حدة الأزمة الاقتصادية، ومنها كان إيجاد قنوات اتصال جديدة مع أسواق بديلة. كثيرة هي المؤسسات الحكومية والخاصة التي سارعت إلى تحويل مدخراتها من الدولار واليورو إلى الليرة التركية، وذلك بهدف الحد من الطلب على الدولار وإنعاش العملة المحلية. قد يكون الوضع السياسي في تركيا هو السبب وراء اضطراب الاقتصاد وسعر الليرة، لكن بعض المراقبين يرون أنه في حال لم تنجح الحكومة التركية في معالجة الخلل عبر أسواقها وبعيدا عن الاستعطاف الشعبي، فإن فاتورة ذلك قد تطال معدلات التضخم في الأسعار، وهذا ما قد يرافقه زيادة في معدلات الفقر بين السكان. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول. المزيد من أخبار الاقتصاد في هذه الجولة.
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم بفعل التفاؤل بأن يتفق المنتجون غير الأعضاء في أوبك يوم غد السبت في اجتماع في فيينا على خفض الإمدادات إثر اتفاق المنظمة على الحد من إنتاجها، لكن المكاسب جاءت محدودة وسط عدم تيقن بشأن حجم قيود الإنتاج. فقد ارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير شباط 17 سنتا ليصل إلى 54 دولارا و6 سنتات للبرميل. ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم مدعومة بانتعاش في قطاع الرعاية الصحية الذي ارتفع 0.9% اليوم. أما مؤشر ستوكس 600 الأوروبي فقد ارتفع 0.1% متجها نحو أفضل أسبوع له منذ فبراير شباط، مستمدا الدعم من موجة صعود قوية في القطاع المصرفي، في حين هبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.7% لكنه ما زال بصدد أفضل أسبوع له في 5 سنوات. تراجع الذهب اليوم ليتجه نحو الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي تحت وطأة ارتفاع الدولار وتوقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم. تراجع السعر الفوري للذهب 0.1% ليصل إلى 1169 دولارا و51 سنتا للأوقية، لتبلغ خسائر الأسبوع 0.6%. قدمت رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هاي اعتذارها للشعب بسبب إهمالها على خلفية فضيحة فساد دفعت البرلمان للتصويت على مشروع قانون لمساءلتها وذلك تمهيدا لعزلها. أسابيع من الاحتياجات الشعبية المتواصلة حسمها البرلمان بعد تأييده اليوم مساءلة الرئيسة بارك جون هاي على خلفية فضيحة فساد. الرئيسة باك متهمة بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية. باك نفت ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها. سأترك كل شيء يتعلق بمستقبلي للبرلمان بما في ذلك تقصير فترة ولايتي. سأترك منصبي وفقاً للقانون فور إقالتي. المعارضة تدعي أن الرئيسة ضالعة في وضع وتنفيذ خطط للضغط على الشركات الكبرى للتبرع بملايين الدولارات لتمويل مؤسسات تملكها صديقتها سيل. البرلمان تبنى بأغلبية 234 صوتاً مذكرة تطالب بإقالة الرئيسة لاتهامها بانتهاك الدستور والفشل في حماية الشعب وبالفساد وباستغلال السلطة. وفقا لقرار البرلمان سيتم تعليق مهام باك فورا ويوحد بمهامها الرئاسية إلى رئيس الوزراء بانتظار تأييد المحكمة الدستورية لقرار إقالتها في مدة أقصاها 180 يوما. الآن نتابع جولة سريعة في أهم الأخبار الرياضية. وصل مانشستر يونايتد إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي عقب فوزه على زوريا لوغانسكا الأوكرانية بهدفين نظيفين، وتمكن كل من مختريان الأرميني وزلاتان إبراهيموفيتش من التسجيل لكتيبة البرتغالية جوزيه مورينيو. لقد استحوذنا على الكرة والمباراة، لم يحققوا أي فرص تذكر، كنا الفريق الأفضل واستحقينا الفوز إلا أن المباراة كانت صعبة. يستعد أرسنال لاستضافة ستوك سيتي ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، ويسعى الفريق اللندني لتحقيق الفوز من أجل اللحاق بتشيلسي. أما قمة الأسبوع فستجمع بين حامل اللقب ليستر سيتي وبين مانشستر سيتي، وعلى الأخير تحقيق الفوز للحفاظ على الحظوظ باللحاق بتشيلسي في صدارة الدوري. إلى إسبانيا حيث يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا، وسيحاول الفريق الكتالوني تأكيد العودة إلى الأداء الجيد من بوابة أوساسونا العنيد. أما متصدر الترتيب ريال مدريد فيخوض مباراة سهلة أمام ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب سانتياغو برنابيو.
تنطلق يوم غد الجولة 14 من الدوري الألماني، ويستقبل حمل اللقب بايرن ميونخ فريق فولسبورغ، ويدخل أبناء أنشيلوتي المباراة منتشين بفوزهم على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. أما بروسيا دورتموند فسيحل ضيفا على كولن. ضعف أداء المنظومة التربوية وانشغال الشباب بمنتجات الثورة الرقمية وندرة المكتبات كلها عوامل تضافرت لتسهم في تراجع ثقافة القراءة والمطالعة في موريتانيا، تراجع يحاول البعض أن يتصدى له من خلال مبادرة أطلقوا عليها اسم اقرأ معي. الحسين لا يخفي ارتياحه وهو يستلم كمية معتبرة من الكتب التي تبرع بها بعض الخيرين للمبادرة التي ينشط من أجلها والتي تعرف هنا بمبادرة اقرأ معي. نجح الحسين مع رفاقه نسبيا في تخطي عوائق ضيق ذات اليد عبر التشجيع على التبرع بالكتب لتعم فائدتها أكثر عن طريق هذه المكتبة المتواضعة في شكلها والتي تضمن إعارة الكتب لجميع المنتسبين إلى هذه المبادرة غير الربحية. هذه مكتبة اقرأ معي تم تأسيسها من طرف مجموعة من الشباب الساعين إلى نشر ثقافة القراءة والمطالعة داخل المجتمع. فكرة المكتبة بسيطة جدا، عن يتم يأتي شاب ينتسب للمكتبة ثم تتاح له الفرصة الإعارة من المكتبة. جميع الكتب الموجودة في المكتبة تقارب حوالي 2000 كتاب تم الحصول عليها من طرف خيرين تبرعوا بها من داخل موريتانيا وخارج موريتانيا. القائمون على المبادرة يستغلون مثل هذه الندوات للحث على ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة. عادة القراءة في تدني مذهل ومخيف في موريتانيا، والسبب يعود إلى تدهور مستوى التربوي، التعليم في تدهور كبير. المبادرة تسعى كذلك إلى لفت أنظار النخب الثقافية حول ندرة المكتبات والمخاطر المترتبة على هجر المتوفر منها بعد أن ملأت وسائل التواصل الاجتماعي الدنيا وشغلت الناس. هي محاولة إذن لتشجيع القراءة وتعزيز الساحة الثقافية عبر المبادرات الفردية الطموحة والأفكار الشبابية الخلاقة، محاولة قد تحرك الراكد بأبسط الأسباب وأدنى التكاليف. محمد عبد الله ممي، التلفزيون العربي، مكشوط. ختام النشرة في أمان الله.